السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن سياسة الاستخدام العادل. السياسة دي هي حاجة عملتها يوتيوب عشان لو انت جيت تاخد فيديو من قناة تانية يكون ليك الحق انك تاخد الفيديو او ما يبقاش في مخالفات على الفيديو ده. هي كل اللي انت بتعمله انك لما بتاخد فيديو من حد وتكتب اسفل الفيديو مصدر الفيديو وتحط رابط القناة او رابط الفيديو اللي انت خدته. تمام، هي دي السياسة. طيب هنتكلم في حاجة تانية خاصة بالسياسة دي. لما انا قلت الناس تاخد فيديوهات، يا جماعة انا عملت فيديوهات كرييتيف كومونز والناس تاخد الفيديوهات، قلت ليه؟ حط رابط الفيديو اسفل الفيديو او في الديسكريبشن بتاع الفيديو اللي انت خدته، او حط رابط القناة وقول ان المصدر قناة مستر بومتك. انا قلت تعمل كده ليه؟ عشان تبقى ماشي على مبدأ سياسة الاستخدام العادل. طيب ده ليه؟ ده لان اليوتيوب دلوقتي عين 10,000 موظف، ال 10,000 موظف دول هيقدروا ان هم يقفلوا كل القنوات اللي سرقة فيديوهات او واخدة فيديوهات حتى لو باذني، ولكن طالما انت مش حاطط الفيديو والمصدر في الوصف يبقى انت كده اكنك ما عملتش حاجة. الفيديو لو شافك هيقفل القناة. عشان كده كل شخص خد فيديو من عندي باذني او من غير اذني، حتى لو كرييتيف كومنز اللي انا حولت كل الفيديوهات للستاندرد مرة تانية ما عدتش كرييتيف كومنز وقلت للناس تحط الفيديو بتاعي اسفل الفيديو اللي هي خليته، عشان اليوتيوب هيقفل كل القنوات اللي ما حطيتش الفيديو بتاعي او الفيديو اللي هي خليته من اي قناة في الوصف. انا بس بنوه عليكم الموضوع ده عشان انتوا عارفين ان الناس كلها قناتها بتتقفل ويوتيوب ما عادش بيرحم حد. فاتمنى يا جماعة ان من كل واحد خد فيديو من عندي يحط الفيديو بتاعي الاصلي اسفل الفيديو، وانا هبدأ اعمل ابلاغ بصراحة على الناس اللي واخدت فيديوهاتي ومش حاطة المصدر في الوصف، لان ده حاجه مضايقاني جدا بصراحه من موضوع اليوتيوب. وناس كتير على فكره بتاخد فيديوهات مني بقالها شهرين وثلاثه ومش عارف كذا قناه كده، وكذا حد نوهني على الموضوع ده ولسه عارف الموضوع ده من يومين. فكل الناس دي اعرفوا ان انا شفتكم خلاص، واليوتيوب هيبدا يقفل القناه بتاعتكم، وانا كمان هبدا اعمل فيكم ابلاغات وهبهدل لكم القناه بصراحه. فاتمنى من كل واحد يبدا كده انه يراجع نفسه، ويا ريت كل واحد خد مني فيديو يحط اسفل فيديو المصدر عشان يبقى ماشي مع سياسة الاستخدام العادل لليوتيوب، حتى هو اليوتيوب نفسه ما يقفلوش التشانل. اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي من اللي انا جاي اقوله النهاردة، واتمنى اليوتيوب يهدى على الناس شوية بصراحة، ولكن هو في الاول في الاخر هو عنده حق. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. عارف انا بتكلم بسرعة ولكن فعلا رايح مشوار ضروري جدا دلوقتي، ف اسف جدا على الموضوع ده يعني. سلام. Call.